لذلك واحدة رايحة لواحد شيخ من اللي بيعرفوا اللي بيقولوا عليهم بيعرفوا، بتقول له يا سي الشيخ الراجل مغلبني وعايزك تكتب له ورقة. قام الشيخ قال لها يا مدام عشان اكتب له ورقة يلزمني انك تجيبي لي 5 شعرات من عين القرد. عين القرد؟ ومين اللي هتقدر تجيب 5 شعرات من عين القرد؟ قال لها ما اقدرش اكتب الا بالشرط ده. التعاليم كده بتاعت شمهورش، لابد تجيب 5 شعرات من عين القرد. خلاص راحت القرادات قالت له يا معلم صابونه انا عايز 5 شعرات من عين القرد. لا 5 شعرات، ومين اللي يقدر يجيب 5 شعرات؟ على كل حال يا ستة اهو القرد قدامك وتصرفي معاه. راحت جابت بيبسي كل سوداني وقعدت تحايل القرد لغايه القرد ما استكان، وجت واخدة 5 شعرات من عينه. وراحت الشيخ بقى فرحانه بقى جابت الجيب من جيله، لقيت الشيخ الشعرات جبتها. قال لها انت عايزه ايه؟ عامل لي عمل لجوزي بالهدايه. قال لها يا ستي اللي خلاكي تحايل القرد لغايه ما جبت منه 5 شعرات، مش قادره تحايل جوزك عشان يعزم حد كويس.